هذا عيب هذا عار السلطة المحلية هذا عيب هذا عار هذا عيب هذا عار السلطة المحلية زال علوي من سكينة أبي الجنود المهددين بالطرد القيد البوعنانية فوق ما كنمشيو عنده ما كنلقاوهش نبقاو نساينوه المكاتب مشدودة ما كيبغيش يعاوننا في الوراق بهدلنا 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 ديما الدبازات عنده بعدا في المقاطعة ديما البنية عنده في المقاطعة هاد الرسالة كنوجهها لسعادة الوالي فاس الجهات فاس مكناس هاد الرسالة كنبغي السيد الوالي الجهة يسمع يسمع النداء ديالنا هاد الناس ما عندهمش الناس مقطعة ومحكومين بالطرد يا رب محكومين بالطرد ومازال حتى الوراق ما كيصوبوهم الناس واش فين غنمشيو فين غنمشيو بقالنا غير ننتحروا بقالنا غير ننتحروا لا وراق كتصوبوهم لنا ولا مقاطعة كنلقاو فيها موظفين هذيك المرة ديما خاويين والقايد ما بغى يصوب الناس ديك شهادة الاحتياج ما خلينا فين مشينا هذه 15 يوم هو كيدينا ويجيبنا رغبنا حطينا الوراق اللي قالنا اللي طلبنا قالك هو فاكساهم لسعادة الوالي دابا اليوم اللي مشيت مورا الوراق نجيبهم حيت اليوم اخر نهار ديال المحكمة القاضي ثلاثة المرات هو تيعطينا سيمانة 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 ما بقى له ما يعطينا سعادة الوالي الله يرضي عليك هذه الرسالة كنوجهها لك الناس راه مقطعة ما عندهاش باش تخلص الخبير 48 ألف ريال حنا ما عندناش يكفي أننا راه حنا مشردين ومهددين بالطرد يكفي اننا راه ما بقينا لا نعسو ولا نعرفوا راسنا من رجلينا يكفي اننا الراحه ديالنا مشات ما بقاش عندنا براحه الله يخليك الا ما ديرنا حل مع هاد القايد البعلانيه واللي معاه القايد البعلانيه ومن معاه الله يخليك تمشيو السلام عليكم تمشيو اسيدي الدائره ما تبغيو يعطيونا حتى ورقه وحنا حاجزين هاد الورقه حاجزينها بزاف وما بغاش يعطيو انهم وساكنو دلابش وما عندناش باش نخلصو 48 الف ريال وانا هاني مرا مريضه وما ساقت حتى نمشي وما ساقت نجي ما والو وحالتي لا حاله وهاد الشي حرام على داك المخدم وحرام على داك القايد مشات المراه تجيب الورقه البنت شد عليها الباب ومشى بحالو ما داهاش حتى فيها وهي تابعه تترغبو هو قال لها واش انا خدام عندكم واش انا خدام عندكم لا خدام عند المخزن خدام معانا ولاش انت تما في داك الدائره الا تخدم معانا ومع الدوله كلها مع الامه كلها تخدم معاها وانا مرا كبيره وحالتي لحاله ومريضه ما تقد انتي لا نجي ما تقدش تصوب لي الورقه تقولي لي راكي جيتي عندي وقلت لك لا والله يخلصك حنا ما عندنا باش نخلصك والله اللي غادي يخلصك انت ولا داك المخدم الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق اللي ما بغيتو تصوبوا لنا الورقه حنا عندنا 48 الف ريال انا هكذا الشعبه عندي ما ناكل ما عندي ما نصرف وكاشي متلف تما حرام عليك السلام عليكم قدم التحيه هذه سعادة جلالة الملك الله ينصرو الله يجازيه بخير يشوف معنا يوقف معنا في هاد الشهاده ديال هاد الناس هادو اللي دايرين معنا هاد الشهاده هاد السيده اللي مكلفه معنا في هاد الموبل هذا كتمشي عندهم الدائره كيبغوش يصوبوا لا تورقه ما عندنا هاد الناس العدد ديال الناس اللي واقفين دابا هنا ما مصوبين لهم تورقه هاد الناس هادو ما عندهم تورقه ومنين كيمشيو عندهم ما كيبغوش يوقفوا معاهم احنا دابا واقفين دابا في البلديه واقفين باش يديروا معنا الحل ساعه ما كاينش اللي غيدير معنا الحل ما كاينش اللي كيهضر معنا والو حتى واحد ما كاين الاداره هي خاويه احنا واقفين في الباب احنا دايرين الاحتجاج ديال وقفه احتجاجيه سالميه ما كاين لا صداع لا والو ما كنهضروا مع احد تنشوفوا القانون ديالنا اللي غيعطيوني هاد الناس هادو السلام عليكم الله يخليك انا وحده من الساكنه اللي متضررين مهددين بالطرد الله يخليكم ما كاين الموظفين ديال الدائره ما كيصوبوا لنا الاوراق لا حتى شي حاجه فوق ما كنمشيو كيقول اجلوا لنا صافي غير سيروا غدا نصوبوا لكم بعد غدا نصوبوا لكم وما كتحكوا علينا ملي مشات السيده اليوم تصوب عنده كل شيء قال لها راني فاكسيت كل شيء انا نعطيك نهار الاثنين اجي ملي مشات دابز معاه قال لها انا ما كنعرفكش دار فيها